بعد عام من توليه رئاسة وزراء إثيوبيا وفي كتابه مدمر أو التآزر، قدم أبي أحمد علي لمشروعه السياسي الجديد والمختلف عن النظام القائم على مبدأ الفيدرالية العرقية الذي أسست له جبهة تحرير شعب تيغراي في دستور عام 1995. النظام الفيدرالي يضعف الدولة ويخلق انقسامات ومشكلات عنصرية. الفيدرالية قنبلة موقوتة تهدد بزوال إثيوبيا. علينا أن نركز على ضرورة الاندماج الوطني وإيجاد هوية وطنية جامعة لكل الإثيوبيين. بعد شهرين من صدور كتابه، بدأ أبي أحمد في تفعيل رؤيته على الأرض. أبي أحمد قام بإلقاء الائتلاف الحاكم، ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، وقام بتأسيس حزب يسمى حزب الازدهار، مكون من نفس الأحزاب، لكن لا يتم تأسيس هذا الحزب الجديد على أسس عرقية. الجبهة الوحيدة التي رفضت الاندواء تحت هذا الحزب هي جبهة تحرير التيغراي، يعني قائلة إن أبي أحمد غير مخول بتأسيس مثل هذه الحزب. رفعت جبهة تيغراي راية التحدي في وجه رئيس الوزراء قائلة إن أبي أحمد أصبح حاكماً غير شرعي بعد أن قام بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراً إجراؤها في آب أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا. أبي أحمد لم يكن يعني حسب التقديرات لم يكن جاهزاً، يعني لم يكن بإمكانه إجراء انتخابات أو لم يكن واثقاً من فوزه، فتحجج بسبب الجائحة لتأجيل الانتخابات إلى فترة، يعني تأجيلها لوقت آخر يعني. وفي استمراراً للتحدي، نظمت جبهة تيغراي الانتخابات العامة في الإقليم في أيلولة سبتمبر 2020، فأعلن أبي أحمد عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بنتائجها. أبي مرز أيدليل. المشكلة في أن أبي أحمد قام بتأجيل الانتخابات لأنه يريد السلطة، ولكن إقليم تيغراي ملتزم بإجراء الانتخابات كل 5 سنوات. نحن حريصون على الديمقراطية، لذلك قمنا بإجراء الانتخابات. أبي أحمد غضب وقال أنه من يحدد مواعيد الانتخابات وليس دبرسيون حاكم الإقليم. انتهى الأمر بموقف لم يعترف فيه أي من الطرفين بشرعية الطرف الآخر، وتجادل الطرفان بأن ليس من حق الآخر التواجد في موقعه. في 24 نوفمبر 2020 انفجر الخلاف بين حكومة أديس أبابا وجبهة تيغراي. أعتقد أن الخطوة الحقيقية لبدء الحرب جاءت بهجوم لميليشيات تيغراي على ثكنة للجيش الإثيوبي. ورداً على هذا الهجوم، أعلن أبي أحمد أنه سيرسل القوات الفيدرالية لإخماد ما وصفه بتمرد تيغراي الإجرامي.